راني عايش عندي 5 دراري وعندي دار مبنيه 3/4 بديت الماريكا في 54 وكاين الاخر راه محبسين النظر وكم كاش اللي لحد الان كاين طرقات الطرقات والامن الامن الطرقات راه ما كاش الطرقات ما عندناش كاع والامن الامن ناقص ولا والعياده الطبيه والعياده الطبيه ما عندناش العياده مستشفى ما كاش الناس والحمايه فما عندناش حقرونا وحقرونا سبق لنا وعدنا صبديره قال لك المظل والتشابو والخدمه بصح ما بان والو ما كان والو الله غالب نطلب من السلطات التدخل في اقرب وقت الله غالب اولادنا ضيعوهم منا لا قرايه لا مستقبل وليدي كي ما يقراش مقواه الله غالب الله غالب نطلب من السلطات التدخل في اقرب وقت انا مكفوف وراني ساكن نوكاري ونخلص 300,000 ونطلب من السلطات المحليه هذه ان يتدخلوا ويتخذوا القرار النهائي لهذا الشعب الذي سكن هذه السكنات 80 سكنه هذه عندها 4 سنين راهي وما راهي تقارع وما كاش كل خطره يوعدونا يوعدونا وما كاش انا واحد من الناس اللي عندي 3 سنين راني كاين 1.5 مليون خدام في مخبزه نخرج جملين وكاين 1.5 مليون تما راني في ازمه كبيره انا طالب من العولين انا طالب من تبون ومن الولي رانا مغبنا رانا محقورين رانا مشيد الله يحفظ يسر انا سيه بنا لله محمد رسول الله ما عندنا والو ما عندنا والو لا سبيتر لا طريق لا امن لا حمايه ما عندنا والو خويا وعندنا 4 سنين ما قسموا مناش وما عطاوناش وانا يوم من واحد من دوك تاع اللي داوهم مسكنيني في ليكول ليكول هذا سكنوني فيه خرجوا منه ودخلونا احنا فيه هذا اللي كره فيه مرض وعدونا بشهر ونخرجوا ورانا في 4 سنين مازال رانا في ليكول انا عايشين مع الطومبات البلديه تاعنا هنا ياما كاش اللي يضرب عليها اولا ومنطقه معزوله فيما يخص الساكن هذا كاين في ولايه شلفة هنا كاين بلديات ما شاء الله من البلديه هذه تاع بناريه عندهم الناس هنا فاتهم اللاج كاين اللي عنده 56 سنه ما استفادش من هذا الساكن يبنوا باطمه مره في 5 سنين الانسان باش يلحق وباش يبنوها بعد 5 سنين وما يستناو باش يسربوها دروك هنا الوقت راهو كل الشباب احنا الشباب تاع بلدية بنارية ما عندنا والو كي نبغوا نديروا تكوين مهني غير طلعنا للزبوجة ولا نروحوا بوزغايه ماذا بينا ديروا لنا مركز احنا هنايا احنا بزاف علينا بنروحوا للزبوجة بزاف ما عندنا لا ملاعب ما عندنا لا ملاعب ما كاش دير دوك الفيد بات عمر فيد ما كاش بات عمر واحد نورمو ماذا بينا في اقرب الاجل ترقلونا طريق انتم الشباب واش خاصكم خصنا مراكز التكوين مراكز الاخر ما عندنا والو وين واحد يروح يمركي في التكوين المهني غير يطلع للزبوجة ولا يروح للبوزغاية ماذا بكم في أقرب أجل ترقلوا لنا هذا الأمور العيادة خصنا ديسبونسار يكون لاكلينيك جديدة ما عندنا لا إنسان لا والو يمرض إنسان غير ديناه للزبوجة ولا للشلف بعيد الحال علينا كاش مانيش عايشين اخت مانيش عايشين واحد تكتب راجل بولادو متزوج يرقدو مع ولادو واش من معيشه مش معيشه همش معها ها مضيق اخت همشي معيشه انا بالنسبه لي عندي الدراري يرقدو معايا عندي شمره واحده برك البلديه خصنا الامن المستشفى الطرقات والحمايه والمرافق العموميه وثاني كنا نطلبوا من سيدي الوالي يحلنا المشكل هذا تاع السكنات الاجتماعيه عندنا والو لا طرق لا لي روكار لا ما لا والو رانا من السيا ديريكت لا ضو احنا ماذا بينا المسؤولين يخرجوا يشوفوا الدوار تاعنا احنا رانا مضرارين السكنه ان شاء الله الوالي يجي يشوفنا رانا مضرارين ما عندنا والو البلدي السكن خصها تهيئه ماشي حاجه لو كان يبغوا يخدموها 15 يوم نسكنوا رانا مضرارين تاع بصح راه ما عند بلديه بناري خصنا كلينيك خصنا الامن خصنا كلش هذا المسائل كاينين هما مكاش ما عندنا والو في هذه البقعه ما عندنا والو في ولايه شلف اكبر بلديه محقوره بلديه بناريه تجي سبيطار يروح للزبوجه تجي طريق الزبوجه
الملعب يروحوا قال الزبوجه تجي حاجه هنا يا ولا تروح تتباع 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 تروح، احنا ما عندنا والو. احنا الشباب ضايع هنايا، الاولى البطاله هي الاولى نورمالمون، هذه هو هذه هي النقطه، النقطه الاولى. انت 39 سنه في عمرك متزوج ماكش خدام، هاني مقيوس انا مع الطروطوارات، هاني مقيوس ماكش اللي يخزر فيا، واش شكيت شحال مره شكيت هنايا في البلديه ما عندي ما شو ما مكان حتى حاجه. شوف سبيطار، سبيطار يخصنا كلينيك هنا كبيره، هذه نورمالمون كاع على بالهم بها هذه. وحنا نطلبوا من هذا رئيس الوالي باه السيد الوالي باه 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 ينظر علي ينظر لهذه القضيه، هذه القضيه راهي عندها 4 سنين وهي التهيئه، التهيئه تاع 8 مسكن ومشكل كبير. الفلاحه هنايا عندنا الله يبارك ما كاش انا الفلاح اللي ما عندوش 17 قطار، ماذا بينا يكون تدعيم للشباب هذا باش حنا منطقه فلاحيه، ماذا بينا يكون تدعيم للشباب يدعمهم باشجار الزيتون يغرسوهم. حنا دروك عندنا واحد 500 قطار في بيت بناريه حتى 1000 قطار راهي كاع خصبه ماهيش تنخدم، والمشكل ماشي الفلاحين ما يخدموش، الفلاحين يخدموا بصح ما عندناش فيهم الماء، الماء ما يتوفرش ونقص الدعم. ماذا بينا تدعيم بالنحل، بالنحل يديروا النحل يديروا اشجار الزيتون من الشباب يخدم، وما عندنا لا دعم لا والو. البلديه هذه راهي ما كاش اللي راه يضرب عليها. كاين مشاريع يعني استفدت منها البلديه، كاين مثلا في الارياف استفادوا المواطنين يعني من الطرقات، استفادوا من شبكه التطهير، استفادوا من الاناره العموميه، وكاين يعني بعض المناطق اللي ما استفادوش مازال ما تغطاوش، والمستقبل ان شاء الله نغطوا هذه المناطق اللي مازال ما استفادش. التهيئه نطلب من السلطات الولائيه وكذلك المجلس الشعبي الولائي باش يساعدوا البلديه حتى تستطيع ان تغطي هذه الاجزاء الباقيه في تهيئه الطرقات والرواسف. يعني المرحله هذه اللي فاتت يعني السكان تضروا كثيرا من الاوحال وكذلك من الغبار في الصيف، يعني ومازال جزء كبير اللي مازال ما تهيئش، يعني والبلديه يعني غير قادره باش يعني بالميزانيه تاعها غير قادره باش تغطي كاع هذا. لذلك نطلب المساعده من الولايه وكذلك من المجلس الشعبي الولائي. نرحب بالسيد الوالي الجديد ونطلب منه ان يساعد هذه المنطقه لانها بلديه فقيره جدا وسيتعرف عليها مستقبلا ان شاء الله. نطلب منه باش يساعدنا سواء في السكن الريفي او السكن الاجتماعي داخل المدينه، والحمد لله انا نقول العقار موجود، كذلك يساعدنا في تهيئه المدينه في الارصفه في الطرق الى اخر ذلك، وهذا ما نشطر بنا حاجه كبيره.